هدى فين؟ فين فين هدى؟ هدى فين هدى؟ هتنطقي انت وهي، هدى فين؟ في الواقع هدى سابت البيت طفشت. نعم يا اختي، سابت ايه يا نهار؟ هي هدى لمت هدومها وقامت حطاهم في شنط وقامت لافحة عيالها وقالت تروح تقعد عند امها يومين تريح، طفشت. انتوا شاربين حاجة على الميسة انت وهي ولا ايه؟ انا مش شايفه يا حاج. اسمع بس مني، اسمع مني، انا قلت لك بلاش يا هدى. عيب يا هدى، الحاج لو عرف ان انت ماشيه وسايبه البيت هيرميكي في الشارع رميتك كلب عليكي. لا لا يا سميحه، سيبيني يا اختي، انا مخنوقه مش طايقه نفسي ومش طايقه البيت. كاتكم القرف، يخرب بيتك بوتاجاز يا اختي، بالراحه شويه، مش للدرجه دي. دي برضه هدى كراي على نهار، هو مش ده اللي حصل؟ الله، في ايه؟ البنت فين؟ هي كان بيجي لها كوابيس يا حاج، كان بيجي لها هي كوابيس وكانت نفسيا تعبانه، وبعدين هي لما خدت عيالها وراحت لامها قالت ترتاح نفسيا شويه وديكي. يعني طفشت يا نهار، طفشت يا نهار. خد مين من انا قلت لك يا اخويا؟ ليلتها سوده. عجبت كده يا حقنه؟ يلا خلي الزحمه تخف شويه، ده حتى الجو حر. عقبالك. عقرب عقربت لسانك يا حربايه. مين اللي بيخبط؟ انا فواز. خطوة عزيزة يا حاج، اتفضل. ما هو يا ميزان الدنيا تعوج، يا ربنا بيدينا علامات يوم القيامة. عملتك ملهاش تفسير غير كده. طب اقعد يا حاج وانا فاهمك. فاهميني ايه؟ بنت يا هدى؟ العمر ما خطر على بالي انك تعملي عامله زي دي. انا ما مشيتش بمزاجي يا حاج، انا مشيت عشان تعبت، عشان مش كل ساعه هموت في جلدي من الخوف، عشان الوضع كله كان غلط. ايه التخريف ده؟ انت بتقولي ايه يا هدى؟ بقول اللي محشور في زوري من سنين واللي خلاص ما بقتش قادره استحمله. فواز انا تعبت، انا بموت مع كل جوازه بتتجوزها، وكل مره اقول لنفسي عقلي يا بنت وتطمني، فواز ما بيطلقش اللي مخلفه منه. خلاص ادينا بين اربعه، وانت يا حاج ما بتستحملش تعيش من غيره الاوضه الفاضيه بتاعت الرابعه، يبقى الدور على مين؟ مش معقول هتبقى لي لسه حتى بطنها ما كبرتش. الدور على مين يا حاج؟ اللي سلمت ودنها لابليس عشان يخرب عليها. انت عشتي عمرك معايا وسلمي عمرك لله، وعشتي متصانه فوق الراس وجوه العين يا هدى. انما يوم ما تضعفي ويوم ما تسلمي ودنك لشطارك هيختار لك الدور اللي انت كنت خايفه منه. مظبوط يا حاج، بدل ما انا كل يوم بموت وانا مستنيه تنفيذ حكم الاعدام، بطلب منك رصاصه الرحمه ليك وليا، وارحمك من وزري يا حاج. قولها يا حاج، قولها. الولاد هيفضلوا في البيت مع نار، تقدري تيجي تشوفيهم في اي وقت، وتقعدي معاهم المده اللي انت عايزاها. وانا هستنى ورقتي يا حاج.
شماعة جديدة رمى عليها أخطاءه. هو كان مزنوق. هدى بقى حلتها بسذاجة وطيبة. هي عملت اللي حست بيه بس ما عملتش حساب النتيجة. هي كانت فاكرة إنها بالشكل ده هتصعب عليه ومش هيضحي بيها. يعني هي رميت له الطعم. هو اصطادها بيه. ولحد إمتى؟ لحد إمتى هنفضل نرمي الطعم وهو اللي بيصطاد؟ اوعى تفتكر إنها غيرة نسوان. أنا خلاص نسيت الحاجات دي. أنا الود ودي أخليه أسعد إنسان في الدنيا. معايا ولا مع غيري؟ بس وبعدين؟ لحد إمتى؟ هو بنتي بني آدم خطاء، ما هوش شيطان برضه. معاش اللي يقول عليه كده. أنا حتى لما بيقول إن هو عاوز يتجوز بقول له ماله يا أخوي، حقك، مش ده شرع ربنا. بس لحد إمتى؟ كل أول وله آخر يا بنتي. أنا خايفة عليه وقلبي مقبوض معرفش ليه. المهم خليكي جنبه يا نهار عشان خاطري خليكي جنبه. هو لو استغنى عن الدنيا كلها مش هيستغنى عنك انت ابدا ابدا يا نهار. امي علينا سيبنا ندور فيها ومحدش فينا لاقي له منها مخرج. يا سلام، انا اول مره اشوفك بتتكلمي بالطريقه دي. صعبان عليا قوي يا بنتي، مش عارفه اعمل لك. تعبت يابا، تعبت وما بقتش قادره اتحمل اكتر من كده. حاسه اني بعجز قبل الاوان. كل يوم بيعدي عليا بيخوفني اكتر من اللي قبل. أبو قال لي خليكي جنبه. هو لو استغنى عن الدنيا كلها عمره ما هيستغنى عنك. بس أنا بقيت متأكدة إنه يقدر يستغنى عن أي حد. أنا ياما حذرتك ما سمعتيش كلامي. وبعدين ليه يعني؟ أنت عمرك ما قصرتي معاه في حاجة. ولا هو تقصرت. غلطت غلطة صغيرة رماها في الشارع. وعيالها بقت في رقبتي انا. انت شايله كل ده في قلبك وساكته، واخرت ده كله ايه؟ اخرتها زي اولها يوم. كل ما حصلنا هما الرجاله كده، ما يملاش عينهم من التراب. حتى اخته ايه ما سلمتش من اذى جوزها. هي عامله ايه دلوقتي؟ هتعمل ايه من ساعتها وهي قاعده في اوضتها؟ يا دوبك الاكل يدخل لها تاكل بالتيله. انت الله همها كله في عيالها. هو جوزها لسه ما ظهرش؟ الحاج منعم بيدور عليه في كل حته مش لاقيه. هي جوه؟ ايوه جوه، قاعده لوحدها عماله تساح دموع. كل شويه ادخل عليها علشان اطمن، ما بتنطقش. انا هدخل اقعد معاها شويه حوسيها. والنبي يا بنتي انت اللي محتاجه حد يواسيكي. مش بقول لك ساقيه يا امه، نصيب. انا خلاص فاضية وزهقت من العيشه الهباب دي، بقيتش عارفه اعمل ايه. ايه يا بت ده؟ انت بتدخلي سجاير؟ اعمل ايه؟ من الهم اللي انا فيه، اي حاجه اطلع فيها غلبي وخلاص. يا جحده، ومش خايفه على اللي في بطنك؟ اللي في بطني يا ريت اخلص منه وارتاح عشان الكل يرتاح. ما هي مرات خالك القرشانه هي السبب، كله منها. خالي ومرات خالي طمعانين في كل حاجه، ده من ناحيه، والناحيه الثانيه ابوكي اللي اتغير معايا وما بقاش زي عوايده، وانا خلاص روحي بقت في مناخيري وما بقتش عارفه اعمل ايه. وكل ده عشان اللي في بطني اللي لسه ما طلعش للدنيا. ومين سمعك يا بنتي يا نعمه؟ أنا كمان معبية قد كده وهطق من جنابي. حتى الكلمتين الحلوين اللي كان بيقولهم فواز بقى مستكترهم عليا.
بقوم تقال على قلبه قوي. أنا مش عارفة إيه اللي جرى له يا بنت نعمة. ما بقاش طايق ولا واحدة فينا. لا إله إلا الله، استغفر الله العظيم يا رب. بقولك إيه؟ ما تجيبي سيجارة. ومش خايفة الحاج فواز لا يشمك؟ يا أختي اقعدي، هو بيقرب لي لما هيشمني. هاتك خيبة، هاتي هاتي. هاتي خلينا نفخ، هطلع غلبي، هطق، هموت. أيوة أيوة يا معلم، إيه يا متخانة ده كله؟ كلام في سرك؟ زمان لما كنت ببقى مخنوقة شوية كنت بروح أسرق من جيب أبويا سجارتين تلاتة، أقعد أنفخ فيهم كده علشان أفك على نفسي. ده أنت طلعت خبرة بقى وأنا مش عارف. بقولك يا نعمة، ما تشغلنا شوية مزيكا. حبيت نقوم نرقص ونعيش شوية، نفتكر يا أختي أنوثتنا بدل ما ننساها. يا سلام بس كده من عينيا الاتنين. يا ما كان نفسي أدلع أبوكي، بس الظاهر كده إن هو خلاص استكفى. ايوه ايوه يا معلم، فين بقى الحاج فواز يجي يشوفك وانت بترقصي؟ اللي يعرف ابويا يبقى يروح يقول له. انا ممكن اعمل واسوي فيه والسهر بعزف ليالي، لكن اللي مصبرني عليه ورقه كده على خفيف عشان العيل اللي في ظهرك. انا اعمل ايه انهار؟ اقوم اتحزن واقول جوزي اتجوز عليا؟ انا ساكته وحاطه في نفسي.